عمادة السنة الأولى المشتركة. تتمثل رسالة عمادة السنة الأولى المشتركة في تقديم برنامج عالي الجودة من خلال تطوير المهارات الأساسية وتوسيع المعارف المهنية وتعزيز الاتجاهات الإيجابية التي تسهم في تحقيق أداء أكاديمي ومهني متميز. أما ما تهدف إليه العمادة فيتلخص في تهيئة الطلبة للالتحاق بالمسارات الأكاديمية المختلفة بما يتضمن تحقيق معدلات عالية من النجاح وتطوير المهارات الأساسية في اللغة الإنجليزية والحاسوبية ومهارات التفكير، وتعويد الطلبة على البيئة المعرفية والتعلم الإلكتروني، حيث أن الخطة الدراسية للسنة الأولى المشتركة ترتكز على 3 مقررات أساسية، والجدول التالي يبين الرمز والساعات المعتمدة والفعلية لكل مقرر من تلك المقررات. يتميز مقرر مهارات اللغة الإنجليزية في الجامعة بنظام إكسفورد التعليمي الإلكتروني الذي يوفر برنامج متكامل لتطوير اللغة الإنجليزية لدى الطلاب بمستويات عدة بطريقة شيقة ومتطورة. ويقدم مقرر أساسيات الحاسب لمحة عامة عن أساسيات الحوسبة، حيث يتم التركيز على المجالات 5 الأساسية لتكنولوجيا المعلومات: التطبيقات والأنظمة، والتطوير، والبيانات والاتصالات. ويساعد مقرر المهارات الأكاديمية على إدارة ذاته وقدراته وإمكاناته بصورة تسير به إلى النجاح والتفوق والإبداع واكتساب عدد من الاستراتيجيات والأدوات البحثية وأدوات التعلم والتفكير بصورة إيجابية سليمة. ويوفر مقرر مبادئ الرياضيات مراجعة شاملة لأساسيات الرياضيات من حيث التركيز على تطوير المهارات الحسابية العددية والجبرية ومهارات التفكير العالي في حل المشاكل الحيوية والاجتماعية وتطوير مهارات الاستدلال الرياضي والمنطقي. ويهدف مقرر مهارات الاتصال إلى مساعدة الطالب على تنمية الاتجاهات والقدرات والوسائل الفعالة في التواصل مع ذاته وتعزيز الثقة بالنفس وتواصله مع الآخرين. كما أن نظام الدراسة بالجامعة يعتمد على تقديم تعليم عصري قائم على استخدام التقنية في عمليات التعليم والتعلم، حيث تتبنى الجامعة النظام المدمج في التعليم الإلكتروني، ويتطلب هذا النظام الحضور المباشر للمحاضرات بنسبة تتراوح بين 25 و33% من مجموع الساعات الفعلية، أما النسبة الباقية التي تتراوح بين 67 و75% فتتوزع على حضور الفصول الافتراضية والمنتديات التعليمية والمتابعة الدائمة لمحتويات التعليم الرقمي. وهنا يجب عليك عزيز الطالب الالتزام بحضور المحاضرات المباشرة والافتراضية بما في ذلك الاختبارات الفصلية والنهائية في المنطقة التي سجلت بها، وأداء الواجبات الدراسية والأنشطة التعليمية التي ستكلف بها، وعليك أن تتحمل مسؤولية معرفة نسبة غيابك في كل مقرر من خلال الخدمات الطلابية الإلكترونية. وبناء على ذلك، إذا تجاوزت نسبة غياب الطالب 25% من مجموع المحاضرات الحضورية أو الافتراضية المحددة لكل مقرر، لن يسمح له بدخول الاختبار النهائي ويعد محروماً في المقرر. كما أنه لا يحق لطالب السنة الأولى المشتركة تأجيل الدراسة أو الاعتذار عنها مطلقاً. ولاجتياز السنة الأولى المشتركة يشترط الالتزام بحضور المحاضرات المباشرة بما في ذلك الاختبارات الفصلية والنهائية في المنطقة التي سجل بها الطالب، حال رسوب الطالب في 3 مقررات أو أكثر من مقررات السنة الأولى المشتركة فإنه يعد راسباً في السنة الأولى المشتركة كاملة ويطوى قيده من الجامعة. أما في حال عدم اجتياز الطالب مقررين أو أقل أثناء السنة الأولى المشتركة فيعطى الطالب فرصتان لاجتيازها، الأولى خلال الفصل الصيفي والثانية خلال الفصل الدراسي الأول، وذلك من خلال الفصول الافتراضية والمنتديات التعليمية والتفاعل مع الأنظمة الإلكترونية دون الحضور المباشر. أما لمعادلة المقررات فإنه يمكنك معادلة مقرر مهارات اللغة الإنجليزية إذا حصلت على الدرجة المطلوبة في الاختبارات المعتمدة في التواريخ المحددة.
ثم قم بإرسال الطلب من خلال الخدمات الطلابية عبر أيقونة معادلة اللغة الإنجليزية. ستقوم اللجنة المعنية بالتأكد من صحة البيانات ومراجعتها، ثم ترسل اللجنة قرارها للطالب لمعادلة مقرر اللغة الإنجليزية إلكترونيا. أما بقية المقررات فيشترط الحصول على 60% من المجموع الكلي للمقرر، وتحتسب تقديراتها في المعدل التراكمي. وبعد استكمال متطلبات السنة الأولى المشتركة يقبل الطالب في أحد البرامج الدراسية بالجامعة.